اتكلمنا في حلقة قبل كده عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. وقلنا اننا في فقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر بنوصلك وبنعرفك بحالات حقيقية مستحقة، وبالتالي بيقع علينا نص الحديث الأخير اللي هو وهو يعلم. لكن المشكلة في النص الأولاني اللي هو إيه؟ جاره. لأن في بعض الناس بيفتكروا إيه؟ إن الجار هو اللي ساكن أو لازق فيا وبس. لقيت كده تعليق مكتوب على الفيسبوك بيعلق على كلام الحلقة دي. واحدة كاتبة بتقول: الحمد لله إحنا في الكومباوند بتاعنا مفيش جيران بيناموا جعانين، كلهم شبعانين. هي طبعا بتتكلم عن الجيران اللي لازقين فيها، لكن الحقيقة إن مفهوم الجار ده أوسع من كده بكتير. الجار ممكن يكون البيت اللي جنبك، ممكن يكون الحي اللي جنبك، ممكن يكون فقير في المدينة اللي جنبك. يعني أنت في محافظة اسكندرية مثلا شبعان وجارك في محافظة البحيرة جعان، فيبقى كده إيه؟ دخلنا في حديث النبي. مفهوم الجيرة مفهوم واسع جدا. الجيرة جيرة وطن، كل اللي عايشين في مصر وحتى بره مصر ممكن يدخلوا معانا في مفهوم الجار. برحب مرة تانية بالشيخ أحمد المالكي، وقول لنا صح الكلام ده ولا إيش؟ الكلام صحيح، يعني احنا يعني حلو الله قاعدة في كومباوند ما شاء الله، وبالتالي يعني أعلمهم أن الله كما في صحيح مسلم من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد في فقرائهم. فيقول والله الفقراء بتوع الكومباوند ما عندناش احنا، خلاص يبقى سقطت عنا الزكاة مثلا ولا ايه؟ فنقول لا، يعني الزكاة هي للفقراء والمساكين، مش موجودة عندي هنا أشوف اللي جنبي البلد اللي جنبي وهكذا. لكن أنا عندي مصر كلها في الآخر ده وطني، مش بقى مصر. طب مصر ربنا كرمها والحمد لله، ونسأل الله ذلك يا رب، إن يجي يوم وما نلاقيش ولا فقير في بلادنا، اللهم امين يا رب، يعني ما نلاقيش اي فقير ابدا. يبقى ده معناه ايه؟ كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لهم، يقولوا له ما فيش، يعني مش لاقيين يعني. فيقول طب شوفوا بره، طب في الاخر بقى طب جوزوا الشباب، طب اليتامى ادوه، طب سدوا الديون، لا خلاص خلصنا هنعمل ايه تاني يعني؟ طب حطوا بقى، هاتوا بقى حب وارموه على الجبال للطيور وما الى ذلك. فهي القضية يا أستاذة دعاء إن هي هو ليه إحنا بنعطي من أموالنا للفقراء والمساكين؟ لأن عشان تشعر بهذا الإنسان اللي هو في النهاية تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على النعمة، لأن النعمة دي أنت لازم تقيدها، لازم تسلسلها. طب أسلسلها بإيه؟ اللي أنت تطلع الصدقات وتطلع الزكوات. فلما تشوف إنسان فقير يبقى في قلبك رحمة، بدل ما في قلبك الأسوى دي يبقى في قلبك رحمة، وينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب نشوف أول تقرير خير ومؤسسة فذكر. النهارده بنعيش فرحة حقيقية، فرحة عم رشاد لما طلب مننا اللي هو عايز حاجة ياكل منها عيش. استرزق منها، قال أنا نفسي في حاجة بقالة، كشك صغير. فأهل الخير بالتعاون مع مؤسسة فذكر الحمد لله قدرنا اللي احنا نجيب له الحاجات اللي كان بيطلبها وعايزها، حاجات بقاله يبتدي بيها مشروعه عشان يكسب بالحلال. ومش احنا اللي بنختارها وبس او واقفين عشان نتاكد ان كل جنيه بيتصرف بيروح في مكانه، احنا معانا ابنه هو اللي بيختار الحاجه، وما شاء الله عليه تاجر صغير عارف كل حاجه وعارف الاسعار كمان. وعشان كده النهارده هنعيش الفرحه الحقيقيه وتشوفوا بنفسكم اهل الخير ومؤسسه فذكر بيعملوا ايه. ايه رايك؟ يعني بصراحة فرحان جدا. والله؟ والله فرحان جدا. وربنا رب يخليكم لي ويكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطر اولادي وبخاطر. والله فرحان جدا جدا جدا. والله انا اللي فرحان النهارده بقى يا رشاد. وبقول للسادة المشاهدين يعني مؤسسة فذكر بصراحة يعني بتعمل معايا كتير، انجازات كتير. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. جابت لي عجلة متحركة، بقيت اعرف اتحرك. جابت لي مروحه، حتى كنت طايق نفسي.
يعني جابت لي بضاعيات اللي انا اعتمد على نفسي واعرف اجيب الجنيه لاولادي. فالحمد لله رب العالمين، والبركه بردك في يعني مؤسسه فزك ربنا الاول ثم مؤسسه فزك، سبب من الاسباب بردك اللي هي تجيب لي الحاجات ديت، والبركه بردك في اهل بلدنا بردك اللي بتساعدني، ويعني ناس محترمه جدا وكويسه، ومؤسسه فزك ما استخسرتش فيها اي شيء. طيب اللي ما يعرفش قصة عم رشاد هنقولها سريعا. عم رشاد الراجل الطيب ده كان عايش مع مراته، الأنبوبة ضربت فيه، مراته توفت ربنا يرحمها، هو جات له نسبة إصابات 85% فيما أعلى كمان، بدون دخل بدون أي شيء. ابتدت حكايته، بعت له مؤسسة فذكر، ابتدينا معاه خطوة بخطوة. نفسك في إيه؟ كان كفالة شهرية زائد اللي كان نفسه في كرسي متحرك، جاله كرسي متحرك. اخر مره جينا له، ايه رايك في الكرسي المتحرك؟ طب انا نفسي في مشروع بقى، عشان انا مش عايز كفاله من حد وعايز ابتدي ايه اعتمد على نفسي. ربنا قدرنا والحاجه جت، صح؟ مظبوط. عياله ان شاء الله هما الاثنين ربنا يطرح له فيهم البركه، جمال ومتربيين بمعنى الكلمه، وربنا انعم عليه اكتر اللي عياله ما شاء الله يعني تجار صغيرين، واقف معاهم وبيحاسب لي كل حاجه ومدركين وعارفين دي تمنها كام ومكسبها كام، صح يا معلم؟ يعني مكسب علبة الشيبسي كم كيس؟ مكسبه 20 جنيه. 20 جنيه اهو، هو حافظ ما شاء الله. ربنا يطرح له فيه البركة، وبشكر كل واحد من أهل الخير اللي شارك وساهم مع مؤسسة فذكر، عشان الراجل الطيب ده احنا مجرد ربنا بيبعت، احنا وسيلة ربنا بيوصلنا اللي احنا خده ده للراجل ده. فاحنا كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف مع بعض، وخصوصا لما يكون القصة بننزل نشوفها ونتأكد مرة واثنين وعشرة هو فعلا يستاهل وهو أولى وهو ما يستناش. ناس كتير بيكون عايزة وناس كتير تستاهل، بس مين الأسرع ومين اللي احنا لازم ما نستناش على طلبه؟ هو عم رشاد وغيره وحالات كتير قوي. كل ما حضراتكم بتثقوا فينا أكتر وبتساعدونا أكتر، مهمتنا ممكن نعرف ننجزها، بدل ما تقعد معنا شهور هتقعد معنا أيام، وممكن ما يتقالش عليها أسابيع وممكن أيام وساعات بمعنى الكلمة. عم رشاد مكملين معاه المشوار، وعم رشاد مش هنسيبه. الحاجه دي اللي حضراتكم شايفينها هتتحط اولا في باترينه صغيره مؤقتا، خلال ايام بسيطه برضو هتتحط في كشك قريب جدا على بعد خطوات من بيته. الكشك ده حضراتكم هتشوفوه مره تانية، وهنشوف هو بيعمل ايه وحاله عامل ايه ومحتاج ايه تاني مع عم رشاد. انت محتاج ايه تاني بقى؟ انا والله يعني قاعد بالايجار يا استاذ يونس، وحضرتك انا شايف ان انا عليا مكسور عليا 9 اشهر ايجار، وحضرتك نفسي اقعد في لو في عشه ما حدش ياخد ما يطلب مني ايجار، انا واولادي نفسي استر اولادي، لو احطهم في عشه بس ما حدش يقول لهم حاجه، عشان لو جرى لي حاجه، لو مت جرى لي حاجه وسبتهم فما حدش يقول لهم بره. بس نفسي عمي عمرو شاطر ان مش عارف ده كان ينفع يتقال ولا لا، صاحب البيت عرف اللي جاله مروحه، فقال له انت معاك فلوس بتجيب مروحه اهو يا عم وبترتب على نفسك، ما تدفع 9 شهور اللي عليك. طبعا هو ليه حق وليه فلوس ايجار، بس اللي ما يعرفوش واحنا بنعلنه قدام حضراتكم ان المروحه اللي جايه له من اهل الخير، يعني هو ما معهوش فلوس، هو نار الصيف بتاكله اكتر من النار اللي في جسمه، فالمروحه اللي جات له دي من اهل الخير ومش هو اللي جابه، فالتسع شهور باذن الله هيدفعوا له، وباذن الرحمن مع اهل الخير ومؤسسه فذكر هيجي له الشقه اللي هو بيحلم بيها وهيدفع الايجار وحاله هيبقى احسن. وهتشوفوا مكملين خطوه بخطوه كل جديد في حياته، عشان انتوا حضراتكم ربنا خلانا اللي احنا نوصل عم رشاد وبتامنونا الامانه دي ننزل ونوريكم، ده اللي احنا هنعمله خطوه بخطوه. شوفوا عم رشاد ان شاء الله المره الجايه هيبقى فين. بص يا سيمس، انا فرحان جدا طبعا بمؤسسه فذكر اللي هي عملت معايا انجازات كتير الحمد لله رب العالمين، والسادة المشاهدين اللي شايفاني دلوقتي على الشاشة، أنا بشكر بلدي بورتوس، الناس اللي بتساعدني بورتوس ناس كويسة جدا وناس محترمة جدا لا ذكر أسماء، لأن اللي بيساعد بيساعد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا ما ربنا اللي يعلم، أنا ما بعرفش أشتغل وغصب عني يا رب العالمين، فسامحوني أنا آسف جدا، أنا لازم أقول كده، عمري ما أنكر أي حد يعني بيساعدني، لا في ناس بتساعدني، مش ما اقولش الناس بتساعدني، لا في ناس كتير بتساعدني، ومؤسسه فذكر عملت معايا انجازات كتير جدا، ولسه
مكمله معايا، واستاذ يونس ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيه وربنا يبارك في مؤسسه فزكر وفي اهل مؤسسه فزكر وفي اللي شغالين في مؤسسه فزكر الحمد لله. والشيخ احمد الملك ربنا يحفظه ويحفظ استاذ الدعاء ويحفظ استاذ الشرايع، ربنا يحفظهم يا رب العالمين ويحفظ كل اللي شغالين في مؤسسه فزكر يا رب العالمين. واتمنى يعني استاذ يونس مكمل معايا، وانا استاذ يونس انا فرحان جدا ان انت دخلت عليا بالحاجه دي بصراحه يعني. الحمد لله ده من عند الله، مش ونعم بالله، مجرد وصيه، ما هو سمو ربنا سمو انت جعلك لله. ربنا جعلك سبب ليا الحمد لله، وانت ربنا يخليك ليا ويكبر بخاطرك زي ما بتكبر بخاطر اولادي، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك جدا. مكملين مع مرشاد مش هنسيبه، وحضراتكم هتشوفوا اللي بيحصل معاه خلال الايام اللي جايه. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا الإنجاز من إنجازات مؤسسة فذكر وتقرير عم رشاد. سيدنا النبي في يوم من الأيام يا أستاذة دعاء لما دخل عليه الأعراب حزن عليه الصلاة والسلام إن محدش تحرك، ولما تحرك واحد من الصحابة الكرام وجاب كومة مال وحطه قدام سيدنا النبي، بدأ الصحابة يتتابعون لدرجة ما كومتين قدام سيدنا النبي هرمين كده قدام النبي من الصدقات، فأصبح عنده إيه دلوقتي النبي؟ إنجاز، حصل إنجاز، فطلع فبدأ وشه بعد ما كان يعلوه الغضب بدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام متهللا صلى الله عليه وسلم فرحان. طب هو ليه فرحان النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان حصل إنجاز، حصل إنجاز للفقراء المساكين، وبالتالي قال للي عمل الإنجاز واللي بدأ به: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده سيدنا النبي، مش أي حد تاني. تاني من سن في الإسلام اللي بدأ ده والناس تتابعت، هو هياخد الحسنات وياخد حسنات الناس، فكل واحد ساهم في حالة عم رشاد إن شاء الله دي تتقل ميزانك بإذن الله تعالى يوم القيامة، وأسأل الله عز وجل أن يسترك كما سترت عم رشاد. آمين. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معي. سمون في محافظة بني سويف، والنهاردة بنحتفل بالبير الثالث، ثلاث أبيار بنحتفل بيهم مع حضراتكم. طب إيه الحكاية؟ إيه موضوعهم؟ كنا اتكلمنا كتير وقلنا إحنا دايماً في مؤسسة فذكر بنبحث وبندور على القرى الأكثر احتياجاً للخدمات، يعني لقينا المية هي أكتر حاجة قرية البهسمون فقيرة فيها، مش موجودة، مفيش بيت فيه مية، عشان كده كل 20-30 بيت نلاقي عليهم بير، ولقينا إن الأبار والترمبات هي أفضل شيء يتقدموا لأهالينا في قرية البهسمون، وده كان البير الثالث. وإحنا لما بنيجي نصور ونعلن لحضراتكم عشان هدفنا القلب والعقل، لا العكس، القلب والعقل هم اللي يكونوا مقتنعين ومصدقين كل حاجة بتتعمل، يعني كل واحد بيدفع وبيتفرع وبيكون واثق في مؤسسة فذكر، فإحنا بنزود الثقة دي وبنقول لكم ده اللي بيحصل على أرض الواقع، ومش كلام مننا وبس، إحنا حابين نسمع من أهل القرية يا ترى مستفيدين باللي بنعمله، والأهل الخير بيشاركوا فيه مع مؤسسة فذكر ولا لا. دلوقتي يا ام محمد، انت كنت بتملي ميه منين؟ انت قبل ما تعملي البير ده قدام بيتك على طول صح؟ صح. قبليها كنت بتملي ميه منين؟ الرمله، يعني باخد 2 كيلو على ما اوصل عند المسافه اللي احنا زي ما انتم شايفين الوضع، احنا قاعدين في منطقه بعيده في جبل زي ما انتم شايفين كده، ومفيش حوالينا جيران ولا حاجه ان احنا نملي منها.
حلوة بالخير. الله كنت يصلح. بتمشي على رجلك 2 كيلو؟ أيوة مشوار طويل ده، أنا لو هقول لك بمشي لحد فين عشان نجيب المريش. قيمة نص ساعة على رجلك؟ كتير والله. أكتر من نص ساعة مشي؟ والله اللي يعلم ربك. وبترجع محملة بالمية؟ أيوة لوحدك؟ والله. أيوة والله. هو جوزك فين؟ جوز راجل فقير وعيان بالسكر وبالضغط ويشتغل يعني يوم ويقعد 10 استرزاقي كده على الله. فانت البيت كله انت اللي شايلاه، ميه وخدمه و... انا عايشه. ايوه انا معايا 3 اولاد في المدارس، وانت عارف التعليم غالي والدنيا والدروس و... ومعايا ولد في الجيش، يعني مفيش عشان اقول لك عشان تعملوا بير زي ده. مقدرش. الحمد لله. يعني انت دلوقتي اللي بيشوفنا، انت ايه بتعيطي ليه؟ ايه اللي تعبك بس؟ لا ما احنا جايين النهارده نفرح معاكي بالبير اللي اتعمل هنا الحمد لله، واي حاجه ناقصاكي تاني هتتعمل. طب ايه اللي ناقصك تاني يا ماما؟ طب ما تعيطيش، احنا جايين نخفف عنك. طيب ما تعيطيش. ايه اللي تعب؟ ايه اللي تعب؟ ايه اللي تعب؟ يا رب العالمين ابوه في جوازه وبيوته مساكنه وهو باين ما قدرش، وانا بس انا كل المسؤوليه يا جماعة. ما حدش حاسس بحد، الا حد عالم بحد الا ربنا. ظروف صعبه قوي. الخير اللي سامعينك دلوقتي وشايفينك حاسين بيك. طب انت محتاجه بايه؟ طيب نقدر نساعدك بايه؟ عايزه اعمل فلسفه أولادي، عايزة الشباب عايزين. طب اهدي اهدي عشان صوتك يرفع. اهدي عشان صوتك يرفع. تعبنا وقلبي تعبني. طب خد يا نفس، خد يا نفس. ظلمة الدنيا لما تبقى الدنيا كلها محدش واقف معايا. احنا معاكي، احنا معاكي، واهل الخير كلهم معاكي، احنا معاكي. بتبقى تعبان من جواك، حتى الاهل مش حواليك. تعبان قوي. طيب هو مش ربنا اللي بعتنا ليكي وعملنا لك البير هنا ووفرنا عليكي تعب وشقة اللي انت كنت بتمشي 2-3 كيلو على رجلك عشان تملي المية، وبقت تحت رجلك دلوقتي المية صح؟ الحمد لله. اللي فاضل لك السقف؟ السقف والبير فرش غطل نفسي غطل مش مش شغل. العيلة مش هيتضر تيجي علي صعبة الشتاء؟ ان شاء الله في الصيف هنعمل لك دلوقتي واحنا في عز الصيف هنعمل لك السقف باذن الله. وفي الشتاء في دخله الشتاء هيكون ربنا قدرنا. نفسي جوزي يعمله العلاج الصبح. والعلاج بتاع جوزك كفاله. الشتاء اتقطعت وقفت. وقالوا لي لا ده انت عندك اجار واراضي وبضل. تعبت ورحت مصر وبرضه ما مشيتش، كان 5 سنين اللي كانت بتيجي تسال معايا دين عليا كتير وممكن بعدها كتير بس بجد طب انا محتاج الظروف كلها بتعكس معايا، انا ما بنامش بالعودان الهم نبدي كان بيش الدور ده بتسلف من العالم عشان اعرف مش هيك وقت يقول لي محمد مش قادر، أقول لي هسيبك مش قادر، نفسي أصفق منه ونفسي أجوز، صعب عليا مش فاهمة والله حاجات كده، وأنا مش قادر نفسي أعيش، نفسي أعيش ولا حياة، صراحة مش قادر أعيش ولا قادر أحققله باللي هم عايزينه، لا لبس ولا غطا ولا أكل، مش قادر، مش قادر حقيقي، أنا تعبت أوي. مفيش كلام يتقال بعد اللي هي قالته. كنا جايين وفرحانين والحمد لله اللي ربنا قدرنا على البير اللي اتعمل وشال من عليها حمل كبير،
اتفاجئنا بأم محمد وبدموعها الغالية علينا دي، قصتها والحمل التقيل اللي عليها. بيتها اللي ورانا ده مفيش فيه سقف، مفيش، بتقول في الشتاء مفيش غطا، مفيش فلوس جوزها يجيب علاج للسكر اللي في عيالها، مفيش فلوس ياكلوا بيها. ده المختصر. لو حابين تساعدوا أم محمد ابعتوا لها. رب العباد مش هيسيبها، بس أكيد ربنا خلانا نحس ببعض. لما الست كان المفترض اللي هي طالعه تتكلم معانا عن الكبير واللي هو خدمها تعيط وتبكي بحرقه كده، يبقى فاض بيها الكيك، مش قادر اعبر عن اللي جوايا او الاحاسيس اللي انا حاسسها دلوقتي معاها، غير ان انا بدعو حضراتكم كل اللي شايفنا يتصل بمؤسسه تذكر عشان احنا خير يساعدوها، يقفوا معاها ويشيلوا الحمل من عليها. دي قصتها ودي حكايتها. أتمنى تحسوا بمحمد سعد. نشوفكم على خير. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا طبعا النهاردة حلقة جميلة كلها إنجازات من إنجازات مؤسسة فذكر، عشان برضو كل مشاهدينا اللي بيساهموا في الصدقات بتاعة المؤسسة يشوفوا كده إن الفلوس بتاعتهم راحت فين وإزاي إن في إنجازات ودعم. سيدنا النبي لسه بقول هو قبل ما في تقرير عام رشاد في الإنجاز، سيدنا النبي فرح وسيدنا النبي يبدأ فرحان صلى الله عليه وسلم بأمته طول ما بيحصل إنجاز عليه الصلاة والسلام. طول ما بيحصل فيه إنجاز حقيقي على أرض الواقع كده، من ستر للفقراء، من إقامة بير زي ما احنا بنعمل كده في مؤسسة بدك، من وصلة مية، من تسقيف بيوت، من والله مساعدة إنسان مريض حالة مرضية. عشان كده بنقول يا جماعة أدي مؤسسة فذكر وأدي الإنجازات موجودة على أرض الواقع، وانتوا فين دلوقتي؟ احنا محتاجين إيديكوا تتمد الإيد مؤسسة فذكر، عشان في مشروعات كتيرة جدا، كل ده والله ليس إلا للفقراء والمساكين. كل الخير ده يعود على الفقراء والمساكين، وفي النهاية هيعود علينا احنا. طب هيعود علينا بإيه؟ هيعود علينا بالستر، هيعود علينا من باب من دل يعني على الخير فله مثل أجر فاعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هيعود علينا من باب اللي احنا الميزان الحسنات يبقى ما شاء الله ثقيل، يوم القيامة نبقى فرحانين بفضل الله. يعود علينا اللي احنا نفرح بينا قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعود علينا اللي احنا ندخل من باب الصدقة يوم القيامة. هيعود علينا ان احنا نستظل في ظل الصدقة يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بس انت منتظر ايه لغاية دلوقتي؟ ألم تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بصدق سيدنا النبي، وأعتقد اللي انت كمان بتصدق سيدنا النبي. ما عليك اللي انت ابدأ تواصل مع أستاذ تذكر وقول لهم أنا محتاج اللي أنا ساهم في كل مشاريع الخير. أسأل الله أن يخلف عليكم وعلينا خيرا. آمين يا رب. أشكرك يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، ربنا يكرمك، وأشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية